بسرعة لزميلي محمد سعيد رئيس قناة النادي الأهلي عشان يقول لنا كل التفاصيل وكل ما يخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وآخر المستجدات كمان في مران الفريق النهاردة. يا محمد مساء الفل عليك. مساء الخير، أهلا بك يا أمير وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ كله تمام، التمرين لسه خلصان من حوالي نص ساعة. يعني كان تمرين عايز أقول كان قوي جدا وشهدت أكثر من إصابة للاسف، يمكن الالتحامات القويه وكله بيحاول يثبت اتو امام كارتيرو. عامل حاله من الحماس داخل التدريب، يعني في المران البدني يمكن تعرض طبعا شهور كده لاصابه خفيفه. تالت الجهاز احتمال بكره باذن الله ما ينزلش التدريب الصباحي، هيطمئنوا عليه بكره باذن الله. هل ايضا كمان تعرض لاصابه، يعني هيعمل اشعه، غالبا هيعمل اشعه عشان يتاكد من طبيعه الاصابه اللي تعرض لها احمد الشيخ. حتى كان عايز اقول لك كان في المكان، يعني كان في يعني عايز اقول لك في بطاط مساحات ضيقه وفي يعني الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه تدريب فريق النادي الاهلي في الفتره الحاليه بيحتفل بالقوه. فاصابه الشيخ باذن الله بكره هنطمن من الجهاز الطبي طبيعتها ايه، والاشاعه بكره ان شاء الله اذا عملها باذن الله هنطمن عليه. بخلاف ذلك كان في كدمات قويه عدد من اللاعبين، لكن الحمد لله قدروا يكملوا، سواء اسلام محارب او احمد ياسر ريان او جونيور اجاي او حتى باطا، كله قدر يكمل التدريب. طيب محمد خليني بس في البدايه عايزين نعرف الطبيعه بتاعت اصابه سواء حسام عاشور او احمد الشيخ، هل وصلت لاي مستجدات بالنسبه للاصابات ولا لسه الاصابات مش واضحه هي عباره عن ايه؟ لا، اصابه عاشور هي الدكتور يعني احتمال يعني يسيب له النهارده راحه، في كدمه بس في الركبه، لكن هيسيب له راحه النهارده وبكره هيشوفه قبل التمرين هيقدر ينزل ولا محتاج ان هو يريح يوم كمان. تمام. شيخ خد خطه قويه في رجليه في عند الركبه، لكن بكره الاشعه هتبين بالظبط طبيعه الاصابه، هو الجهاز مش عايز يعلن الاصابه بالظبط ايه غير لما يطمن على حاله اللعيبه، يعني مش عايز يحدد تصنيفها او موقعها ايه بالظبط في القدم غير لما يعمل اشعه بكره عشان يعرف هل الاصابه في الكدمه قوائق الركبه، هل في حاجه ثانيه عشان يعلنها بكره باذن الله. تمام. لكن بشكل عام الصوره كانت التمرين النهارده كان فيها قوه بدنيه كبيره جدا وتكتيك عالي جدا من كارتيرون في وجود كمان باقي الجهاز الفني. كان في جزء بدني في اول ربع ساعه او 25 دقيقه من التمرين كان شغال في مايكل ليندمان وحسين عبد الدايم وحتى كارتيرون وكابتن محمد يوسف نزلوا بعد 25 دقيقه من المران البدني عشان يشتغلوا على الجزء التكتيك والشغل الفني مع اللعيبه. عمرو السليه انضم للمران الجماعي النهارده، يمكن عمرو السليه من اللعيبه اللي غابت عن اخر تدريبات في برج العرب في المعسكر، لكن النهارده انتظم في المران الجماعي. باسم علي ايضا لسه بيأدي تدريبات تاهيليه. باقي اللعيبه الحمد لله في حاله جيده وفنيه كبيره جدا، لا يتبقى سوى الدوليين اللي الجهاز الفني اعطاهم راحه حتى 5/7 القادم، لكن الحمد لله يعني اللعيبه انهت التمرين بشكل جيد. المجموعه اللي موجوده النهارده هي المجموعه اللي ختمت المعسكر في برج العرب، بتتكلم عن مثلا 25 لاعب بالاضافه الى ثلاثي حراس المرمى واربع لاعبين من قطاع الناشئين لسه مستمرين في تدريب. يعني تم تقليص عدد الناشئين اللي كانوا متواجدين في معسكر الاسكندريه. محمد اتقلص وهم في اسكندريه، هو مش اتقلص النهارده، اتقلص من حوالي اربع خمس ايام في اسكندريه. تمام. التسعه والعشره اتقلصوا ونزلوا خلاص هيشتغلوا مع الكابتن عادل عبد الرحمن من الاسبوع الجاي، وابتدى التركيز على اربعه بس، يعني مصطفى شوبير متواجد مع حراسه المرمى مع علي لطفي ومع عمر رضوان. تمام. احمد حمدي وناصر ماهر وكريم نجم هم الثلاثي المتبقي فقط مع احمد ياسر ريان. عايز اطمنك كمان النهارده يمكن ناصر ماهر وضمن كل جمهور الاهلي بعد انضمامه للاهلي بعد انتهاء فتره الاستعاره كان بعيد تماما عن المشاركه نتيجه اصابه في مباراه نهائي كاس مصر. النهارده الحمد لله دخل في التدريبات الجماعيه وتواجد في التسليمه الجماعيه واصبح جاهز للمشاركه في التدريبات خلال الفتره القادمه. اذا يعني الحمد لله اللعيبه اللي كانت بتتعرض لاجهادات او اصابات خلال الفتره الاخيره شفيت تماما ولا توقف سوى رامي ربيعه، وغدا باذن الله هنطمئن على حاله احمد الشيخ وحسام عاشور باذن الله. هو ناصر ماهر بالمناسبه كمان يمكن كان شارك في بعض التدريبات الجماعيه مع نهايه معسكر اسكندريه بالنسبه للنادي الاهلي، اكيد لعيب مهم ونتمنى له كل التوفيق. لكن مين مثلا اللاعبين اللي تالقوا خلال مران النهارده، خصوصا يا محمد اللي انت بتقول لي ان كان في بعض كمان الجوانب التكتيكيه اللي ابتدى يعتمد عليها مستر باتريس كارتيرون والجهاز الفني؟ بص، الفكره النهارده يا امير في التمرين ما كانش تدريب على حراسه المرمى، المباراه النهارده كان مران في وسط الملعب بدون حراسه مرمى، ما كانش فيها اهداف. بس هي الفكره تدريب كارتيرون مع اللاعبين على سرعه الباص، على التحرك بدون كوره، على الارتداد الدفاعي والاندفاع الهجومي. وده كانت اللعيبه بتحاول تاديه بشكل جيد جدا، وكل واحد بيحاول يثبت ذاته وقدرته على الباص السريع والتحرك بشكل جيد، فده اللي كان عامل حاله من الجري كتير داخل الملعب واصطدامات بين عدد من اللاعبين، لكن دايما كان الجهاز الفني بيحاول يهدي اللعيبه عشان ما حدش يتعرض لاصابه قويه او اي حاجه، لكن ما كانش تفوق بمعنى ان حد احرز اهداف، هي كانت الفكره في التنفيذ التكتيكي والتنفيذ الفني للجهاز الفني مع اللعيبه. تمام.
البرنامج الخاص بالفريق يا محمد، حتى موعد السفر، وخصوصا ان احنا عارفين هيكون في مباراه وديه بالنسبه للنادي الاهلي ان شاء الله قبل السفر للمعسكر الخارجي، البرنامج هيكون عباره عن ايه حتى موعد السفر؟ وايضا هل عندك اي معلومات بالنسبه للفريق اللي هيواجه النادي الاهلي في المباراه الوديه؟ لسه ما تحددش الفريق اللي هيواجه الاهلي، لسه ما تحددش اليوم اللي هيلعب فيه الاهلي المباراه الوديه. تمام. هو كابتن يونس كان طلع مباراه وديه قبل السفر باذن الله الاثنين القادم الى سلوفينيا، لكن لسه ما تحددش موعد المباراه الوديه او اقامتها هتكون مع مين. حتى البرنامج هو لغايه اللحظه اللي بكلمك فيها بكره المران هيبقى على فتره واحده الساعه 9 الصبح، لكن برنامج حتى ميعاد السفر برضو الجهاز الفني لسه هيرتبه، بس ده بيتوقف على اقامه مباراه وديه مع مين وهيبقى فين. حتى المباريات الوديه اللي هتكون في المعسكر الاوروبي هي هتبقى مباريات وديه في كرواتيا، يعني الاهلي هيتم معسكر في سلوفينيا وهيلعب في كرواتيا مباراتين وديتين. حتى بالزبط. اقامتهم مع مين حتى هذه اللحظه الجهاز الفني لم يعلن بشكل رسمي الفريق اللي هيلعب الاهلي هيلعب معاهم مباراه وديه سواء 5 7 او 9 7. تمام. شكرا محمد، طبعا زميلنا محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، اكيد بنشكره شكرا جزيلا عن كل هذه التفاصيل اللي